كنا نشوف البوس كاين في الاوبرا دانجي لحقنا الاوبرا عرفت باللي لو تيم سافا اتر رولي بلا ميوزيك L'Opéra d'Alger, ce n'est pas la première fois que j'y étais. Hein? Déjà, j'ai fait plusieurs expositions. J'aime beaucoup l'endroit. Je suis la première fois que j'ai entré à l'Opéra. Je suis allée à l'Opéra, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le traiter. Quand j'ai entré, بداو يجوني دي زيدي قلت بالك حيكون لو تام تاعنا بالك لا ميوزيك بالك لاركيتكتور بالك جوني بزاف دي زيدي في راسي اهلا 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 غير دخلنا لا سال دو سبيكتاكل سيتي ايمونس البلاصه كانت شابه لاركيتكتوراليتي مانيفيك لقينا دايا مروه لابسه الحمار ديزاينر مرحبا بكم في هذا الربع النهائي التحديات ما كانوش سهلين بصح كل مره بهرتونا يعطيكم الصحه اليوم نرحب بكم في مسرح لوبيرا دالجي بوعلام بالسايح هالمنصه رائعه ميجازو منها انواع موسيقيه مختلفه مصممين ما بقاش قد اللي فات واجدين واجدين لا ما سمعتوش غايه واجدين ديزاينرز لحقنا للربع النهائي المستوى تاعكم راني نشوف راه في تقدم ملحوظ يعطيكم الصحه برافو على الخدمة تاعكم كيما توجور نوصيكم راني معاكم واقف معاكم في الخدمة تاعكم I'm so excited نشوف معاكم التشالنج نتاع اليوم واش راح تقدموا فيه ما تنساوش راني معاكم توجور مروه كيف كيف good luck designers thank you كما العادة تصميمكم راح تتعرض كل اسبوع للغنوي قدام لجنة التحكيم اللي تتكون من المصممة المشهورة مريم عبد اللطيف والوحيد كريم عكروف وعلى بالي راكم باغيين نقولكم شو هو التحدي تاع اليوم بس قبل خلونا نرحب بالضيفة تاعنا هيا نستقبل الفنانة أغنية تراثنا موسيقي جزائري وبفنها سافرت عبر العصور شفنا الحب تاعها في الموضة في المحافل العالمية هي سلطانة الطرب رحبوا معايا بفاشينيستا فلا فلا شغل أنا بور موا صح سلطانة الطرب مرحبا يا حلوه مرحبا بك سافا وانت الله يسلمك تري كونتون ديت لا مرحبا بك parmi cette belle jeunesse voilà فنانه فلا بابسه من الفنانات اللي نحبهم بزاف انسانه متواضعه فنانه بمعنى كلمه راني بزاف فرحانه كي راني معاكم يا ديزاينر جيل جديد الجيل الجديد رانا معاكم رانا معاكم ونشوفوا الحلال يعطيك الصحه بروجكت عنوي ما كانوش قادرين يجيبوا فنان يوافق هذا التالنت اكثر من في اللعبه بصح سي سيغ على كل حال انا راني بزاف فرحانه باللي راني معاكم اول شيء تلفزيون الشروق تاعنا وراني جدا فرحانه انه استدعيتوني في هذا الكونسيبت سبيسيال اللي هو يخصني لا مود الديزاين وان شاء الله شوفوا تعرفوني انا في ارائي نعطيكم ان شاء الله نكون على حسن ظنكم باش نعطيكم اللي نقدر بتجربتي المتواضعه بكل ما قدمته من تحدت معك يا قلبي لهنا لهيو تعرفوا للكبار المصممين الأزياء وإن شاء الله أنتم هم مشعل هذه الموضة الجميلة وإن شاء الله نكون على حسن ظنكم فلا عبابسة نعرفها سلطانة الطرب العربي تو تغني لا بون ميوزيك لي بارون تاعنا كاع يعرفوها سي فريمون تغني التراث الجزائري إن شاء الله اليوم الجو تاعنا يكون مميز التشالنج لازم يكون كل ما يغني نموت عليها نسباكي معايا انت يعني معاك بيان بيان هاد لو تيم سي بتيتر اون بيس تياترال ولا اوبيرا ان تروك كوم سا فينالمون سيتي با سا الوغ نو زالون مي شيغز انفون يعني احنا رانا رايحين احبائي اخواتي واولادي نعمل تشالنج
نخلي كاع العالم يعرفوا وشنو المواهب الجزائرية في الأزياء والجمال. هل أنتم جاهزين؟ باش هاكو تعرفوا شتا تحرس. أنا نقول الحقيقة. كل التوفيق إن شاء الله، ما تخافوش، بيان سباسي إن شاء الله. كما راكم تشوفوا هم قدامكم خمس غرف تبديل. لكن الداخل راح نسيبوا أن أوبجي يمثل حقبة موسيقية. ودوركم في هذا التشالنج هو تصميم لباس يوافق النوع الموسيقي اللي كان في هذا الوقت، ما بين سنوات العشرينات، الأربعينات، الستينات، الثمانينات. لا لا، الثمانينات. وأخيرا الألفين. أنا قلت بالك لو تم تاعنا راح يكون ما يكونوش دي زاني، بالك يكونوا بالك تكون ستيل تاع ميوزيك. قلت ان شاء الله برك طيح لي لاندالو. وباش نوزعوا عليكم هاد الغرف درنا لكم قرعه. بيان سور. هاها نستناو منكم تعيشونا داك ايامات الشاب. ديزاينر واجدين؟ وا ثلاثه زوج واحد جو يلا يلا بالتوفيق. انا قبل ما نديكوفري واش كاين في لاكابين تاعي ما درت والو في بالي، ما قلتش شي مغي يطيح لي لي زاني 2000 ولا باش راسي ما يقعدش مبلوكي في هذيك ليبوك، باسكو بعد انا كي ندير حاجه في بالي نقعد لاصقه فيها. انا غير شفت لاكابين ديالي كسو لقات نيماجيني فايس حلقاها موراها افخي كيف تحت شوكيت. كي حليت لقيت فتره الثمانينات، صار الثمانينات ما كنت صغيره شويه ما شفاش مليح مليح واش يلبسوا، بصح شافيا لي سيري اللي كانوا دونك انا شافيا واش كانت الناس تلبس. انا فرح خلاص. لتويل شانيل دونك لي زاني 30 40 ملي بدينا في بروجيكت انا الخير غير دو 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 صافا ربحت عليها. J'aime bien un hippie chic et j'aime bien aussi les découpes les canoufles les années 60 car là ça m'arrange. باسكو ما بيش قاعدش ندير بهم شحال واش من زاني هادو ما عرفتش. شوف لي فوتو سعاد واش طاح لك؟ مايكل جاكسون. وانت يا خالد الراي ما عرفتش لي زاني. لو كان خيروني واش من الكابين ولا واش من الحقبه اللي نقدر نخيرها كنت نخير 1940. مبروك عليك السنوات العشرينات. العشرينات لي زاني عجبوك؟ وي صافا. ما جاتكش الانسبيراسيون؟ مازال ما جاتني اوكين انسبيراسيون، ما كنتش نستنى كاع هاد الحقبه الزمنيه. بصح بصح قلت العشرينات، الربعينات، الستينات. ان شاء الله فيها الخير، جو تخوفري اون سوليسيون نخيط اون بان. ما نخافش عليك. فوالا ميرسي. ما سنيش طحي زاني فاك، كنت اون موان نستنى في الحقبه الزمنيه المتوسطه اللي قراب الحقبه الزمنيه اللي تمثلني، ما قدرتش نفهمها مع الاول. ميسا مبروك عليك الستينات. ميرسي. تبغي الغروفي ايبي؟ باقيلا. جاتك لانسبيراسيون؟ شويه مازال. شويه مازال تجي ان شاء الله. ان شاء الله. لا كابين كي ما لو بلوس انسبيري كي شتا امين.
في الزاني 2000 كنت سبحان الله واش شمبرتي واش كيدير هنا امين اكثرت الموسيقى امين امين سمح لي ديرانجيتك اي قولي شراك تحس بالألفين pour le moment ما عندي aucune idée surtout les matières شفت شبحسني شفت بيونسي وما جاتكش لاسبيراسيون لا لي ماتيير راني نخمم على لي ماتيير عجبوني بزاف لي ماتيير تاعو راكم باغيين تتبادلوا نتبادلوا امين لو كان خيروني واش من الكابين ولا واش من الحقبه اللي نقدر نخيرها كنت نخير 1940 قرعه حمر ويتبدلوا شحال عجبتني طاحوا لك لي تيسو شابين ما عجبونيش لي تيسو انا عجبني بزاف التيسو اللي عندك انا حبيت نتبادل مع امي لا انترديكسيون العصر تاع 1920 عصر الجاز ان شاء الله حنقدر نتوفق فيه طونك الي تي العصر الذهبي للمصممين وان شاء الله ثاني تكون حقبه ذهبيه بالنسبه ليا شحال شابه هذيك لي بلوم هادو نو ميم لي كون خيرت لا نمبر 1 هي عجبتني الثمانينات بصح كاين فترات واحد اخرين يعجبوني ثاني كما العشرينات والاربعينات بون سي لو هذا لو ديسك لو ميم لا ميم ماتيير سامروها بوغ ان تيسو هذا تاع الجبد نقول لك ها نقول لك يجي زورو دي شباب واش يجي؟ Ici, c'est les années 20. Projet Karwa خلاتني نكتشف الحاجه اللي كانت بداخلي وما كنتش نعرفها وما كنتش نخرجها. شرف كبير لي ان نكون في الاسبوع الثامن قربت من نصف النهائي او ميم طون انا نحس روحي بلي قربت من الحلم ديالي ليك امين شو سواك بلش جو سوي تري كونتانت دو باركور لي درتو et des efforts que j'ai fait ou qui fait je pousse tout le ou qui fait je crée les challenges à chaque fois ou le résultat les met des tout في les années 40 دارت الايقونة كوكو شانيل ودارت بزاف لي كود دو مود ودخلت ليستوار دو لا مود فارس مورفي خيط غير التصاميم اللي عندهم علاقة بالتسعينات بالثمانينات بالألفينات مي في هذا التحدي تحطيت في امتحان كنت لازم ندير تصاميم من السنوات العشرين Généralement, chaque mosamim a un mood board. Le mood board, c'est une planche de tendance. Ça veut dire que nous sommes capables de faire une musique, un film, un livre, un objet. Je pense que c'est un tissu qui est un tissu qui est un tissu. Je pense que c'est en cuir noir. Et la veste en cuir, bien sûr, dorée, ou d'après le noir, avec des appliques qui me combinent le noir et le doré, des appliques qui sont la cache et tout, ou les jambières, les canaux avec le temps, c'était très à la mode. خيرت نورمالمون لي كولور اللي حنخدم بهم اي جاتني اون ايدي على واش حبيت نخدم الوغ جي بري لا فورم تاع لي ديسك لوتي لي جاني هي سي ان رون اي نخدم بهم كاع لا روب نخدم اون كوب دروات كيما كانت على ليبوك وندير هاد لي فورم روند دو ديفيرون تاي وكاين لي يكونوا عندهم دي فيد وكاين لي يكونوا عندهم دي بلان فوالا
les années 2000, la photo d'où elle a attiré, c'est ça, c'est Virus. Donc, n'importe quel volume on utilise, on va mettre dans cette photo de Virus. On va plaquer sur le tissu d'Ali, c'est ça, on va mettre la veste. Et le tissage, il va être avec la matière bleue, avec ça et ça, le jean. هنايا واش راني ندير ان مود بور فيست تاع لي زاني 40 دونك كامل الحوايج اللي لازم لي يكونوا في لا توني تاعي كاينين هنايا باغ اكزومبل لو تويد اللي هو تاع لو تيسو تاع كوكو شانيل يجي هكا تيسي بليزيور كولور مود اكارو دي كارو صغار لو كروكي مازال نرسم فيه اني حابه ندير ان او هو ال هكا كيبان في الكروكي بان سامبل ابري يا اون تكنيك ومن بعد كتشوفوها وانا حابه نديرها بارابور لاسبوار اللي كاين مور لا غير ماذا بيا كما نقولوا نجوز للدور اللي جاي بلا مشاكل بلا ستريس بلا تقلق لا كوب تاع لا كرياسيون تاعي سافا اتر ان تروك اون كاري ماش حتكون فيها اون ديكوب وندير اون ليزيون اوبتيك كي شغل لا طاي راهي هنايا جونطاس لا طاي ونهبطها حتى لتحت وهادوما لي موفمون تاع تشاتشيب حنهبطهم او نيفو من تحت وبلي زيبول وحندير بوكو دو تكنيك او نيفو دو لا روب دروات Ça va être un truc presque comme ça. On va faire beaucoup de mouvements ici. À ma façon, bien sûr, en utilisant le tweed. J'ai plusieurs couleurs dans le tweed. Je vais faire la technique de l'effilochage. Pour le moment, on a des expérimentations. Je vais faire les techniques que je vais faire au niveau de la robe de droite. Voilà. Le tissu تاع شانيل اللي هو لو تويد نحبوه بزاف دونك حبيت نغارديه في قطعه كبيره من لا كرياسيون ديالي هي هذه في الخدمه هذه هذاك خير بصح لا كولور شتي لو كان جبتي البارح هذاك الكونت كيما هذا بصح هذا ما راح تخدمه لا هو هذا مع هذا جو شابي هذا مع هذا في جو شابي بصح واش راح نوتيليزي هذا جو بريفير سيلي لا طيب خلاص لي هذا هذا ما لازم نجبك سخانه بزاف الكوير غلطه واعر باش تعاود تركيه باسكو البرين فوا تدخل في القماش ما قبل ان نقدرش نريكيبيريها انا طوليش ولا انا طولي انا حبيت السروال خلاص بغيتي لافيست لا نوار ندخل نوار هذا نوار سيفايس ستيل تاع لي زاني 80 سورتو لو كوير اي تو كان كلاس ما عنده ان شارم والفنانه في اللعبه بصح دام دو كلاس يرجعها الزمن الجميل كمان سامي ما حبيت نعيش لي زاني 60 باسكو كي نشوفو كاع واش داروا في هذوك لي زاني ولا كرياتور كي بداو فريمون يبدلوا لي ستايل ويسيو دي نوفوتي فريمون سا دون انفي يعني الواحد يلبس هكذا مورنينغ ديزاينرز مورنينغ ان شاء الله راكم متحمسين لهذا التشالنج تاع اليوم بزاف غادي نتدونا معاكم رحلة عبر الزمن كل واحد فيكم واش جا في الحظ نتاعه هكذا نشوفوا كل حقبة باللمسة تاعكم وهذه هو الحاجة اللي أنا جاي اليوم عليها لازم في الرانواي تاعنا تكون لاتوش تاع كل واحد فيكم في الرانواي اللمسة الخاصة تاعه نشوفوها في التصميم تاعه وتكون مودرن عصرية ما تنساوش ديزاينرز دائما راني نتسنى من عندكم طلقوا الإبداع نتاعكم ما بقالناش بزاف ونشوفوا أفضل مصمم في بروجكت رانواي الجزائر على بالي حاجة مشي سهلة ميراني معاكم نجوز عليكم واحد بالواحد ونشوفوا راكم لاحقين في الديزاين تاعكم كيما العادة ديزاينرز دائما نتسنى من عندكم الإبداع لا تكنيك مي سيغتو لا فينيسيون جود لاك ديزاينرز جوي جون زايد في 2000 والتصميم لازم نديرو من العشرينات حاجة صعيبة
ولازم لها beaucoup de recherche, beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'études. ورد صباح الخير. صباح الأنوار. كيلا للفوليوم تاع العرب تاعك وشاك حبيت فيها؟ الفوليوم تاعو اخترت هاد لا ديكوب، اخترت لا جوب تكون شويه قصيره على هادية. حبيت الفوليوم بالك ما نديروش كيما هكا سوا 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 سوا. حبيتو ان دومي مانش يجي هنا كي ديباس لي زيبول، دومي مانش لهنا، ابخي جو ميتر دي غون. بيان. لو شابو ماحش يكون هذا، حتكون اون كوب. Les Anglaises, oui, les années 40. Hakda qui m'a dessiné, elle est bien. Je vais voir. Inch'Allah, juste la finition de ta tête, parce que tu m'as fait une tweed. Tweed, je l'ai entoilé par contre, je m'ai sincère. Bravo. Chakran. Le volume est là, Inch'Allah, il est là, il la photo. Inch'Allah. Les gens, il y a des gens qui sont là. Je vais voir le fort. تحكي لي على العقاش اللي حاب تعقش بيه. دونك لو فيتمون يجي ان هو كامل هكايا. فهمتك. هاد لي بيرل. دونك راح نوتيليزي بليزيور ديمونسيون تاع لي بيرل. على حسابو نخدم ان غرافيك منو فيه. بيان. تاع التويد. سيتادير نكمل الاكارو بلي ميم بيرل طون سور طون. بيان. هنايا ورد وراك تشوف وراك تشوف لاتوش تاع ورد في هذايا. C'est le fouqani. Bien. En même temps, la jupe crayon, je l'aime beaucoup et j'ai déjà utilisé. Une chose, c'est que la finition n'est pas comme les challenges qui sont faits. Il faut que cette challenge soit une finition bien. Et si on a une finition, il faut que cette finition soit bien. Inch'Allah. J'ai confiance. Ça y est. Merci. Yalla. Good luck. Merci beaucoup. Quand j'ai dit à Ryan, cette chose m'a donné une remarque négative. Cette chose m'a fait en même temps t'aime. فارس صباح الخير. بونجور مسيو راين، اهلا. صافا بيان. يلا احكي لي على الاني اللي راك فيها وشنو؟ انا سي لي زاني 20. بيان. سي لي زاني لي بلوز اونسيان كاع هما القدم. داكوغ. دونك وين سي لي زاني وين بدات فيهم لا مود، وين بدات فيهم النساء يلبسوا بيان، يلبسوا دي تخوك فريمون فلويد، غلامور، شيك. وي. دوكو لو تشالنج اللي شويه صعيب، جي با لابيتود دو ترافاي دي تخوك باغي، مي حنسيي نخدم حاجه شابه ان شاء الله. مي هنا راني نشوف كاين باتشورك راهو كاين. اه كيفاش ماكش حاس روحك بيان؟ صافا بون الباتشورك هاد المره حنديرو دون فاسون فريمون ديفيرونت جديده. بيان. وحاف لي باتش حنزيد ندخل خدمه بين لي باتش ولي باتش. اوكي. اعتمد باش نشيل التويد باش ندخل لو تخوك هذا. صح. خدم لا دونتيل ديت هاد لي ديتاي باش ندخلهم تانيك بين لي باتش. وانا قلت ما نخليهمش جوست هكا، جو كري هاد لا تكنيك دي ديفيرونت فاسون. نحسهم على كان كان. فوالا. هادو ما بوتيتر ندخل بيناتهم هادو ولا كيك شوز كوم سا. لا روب ميتريس حتكون بلو فيولي. حتكون اون فيولي وفيها دي ميلونج بهدايا كلكو كولور منهم. الفكره تاع هادوما البلينك بلينك كيفاش رانا رايحين فيه بيان. هادوما شويه مخوفيني. تويد في هذيك لا بيريود ماشي هو اللي كنا معروفين به. فهمت. سيت فوا سي حنخدم بزاف دي زاكسيسوار. حندير دي غون اللي يجوا حتى البرا. وحنزيد نخدم ان اكسيسوار ان شابو يجي كبير وفيه هاد الاكسيسوار هاد لا بلوم تكون كبيره او نيفو دو لا تيت. يعطيك الصحه. عندي كونفيونس وجامغي بيان تزيد تفرحني في الخدمه هذه اللي تحكي لي عليها دوكا. اوكي. الاكسيسوار كوم دابيتود على بالي بلي تخدم هذه الخدمه تاعي ديجا من قبل، مي راني متحمس باش نشوف. مي لافاسون كيفاش حنحط هادو مالي حتكون حاجه صعيبه. هادي راني نتسناها منك من ليسون، نشوف تكنيك جديده. لو موديل تاعي لا تكنيك اللي تي بيل، لا تكنيك جديده اللي بوك فيها ايتود فيها اكسبيريمونتاسيون، مي مالوغوزمون ما كانش توالم لو تيم. كوم لقيت ثاني ايبود، ايبود يعني مع الاول ما عملت لي ما يشعلش، مي غير شعلته لقيت فيه واحد لي شونسون، يعني قلت هذا راح يعاونني بالك بزاف في الاسبيراسيون تاعي. بونجور. صباح النور. نشوف بزاف لي كولور. هذا هما لي زاني 60.
يلا احكي لي شويه على الديزاين تاعك. alors vu que les années 60 بدلوا لي كولور بداو لي كولور فلاشي و لي موتيف هكا شويه بيزار اللي فيهم بلان دو كولور دونك ديت لا فورم تاع لي ديسك هذا كلان دو شويه التيم تاع لا ميوزيك نخدم دي موتيف رون هكا دو ديفيرون تاي. اسكو هاد لي موتيف كيما راهم في الديزاين تاعك حبيت كي كاع القماشه تاعك ولا نخليهم غير جوست في بلاي سبين؟ انا حبيت نديرهم بارتو ومن بعد كاين دي زوندوا وين كيما تحت يكونوا ترانسبارونس دونك ما يبانش لو فون تاعي اورانج. alors خيرت نخدم ان موتيف بليرون دونك كيما تاع لو ديسك درتهم بلوزيغ تايز ديفيرونت ونغلفهم بدي تيسو ديفيرون ونحطهم في كاع لاغوب. كيما قلت لك ديفا نكونوا نحكيو على لي زيدي تاعنا نكونوا نحكيو على افكارنا راني حاب هذه وراني حاب ندير هذه ومن بعد كي نلحقوا الوقت ما عندناش من بعد نلحقوا ما يطلعش الموديل. نحب دوكا كي تفكري الموديل تاعك كيفاش بديت تشوفي اسكو يصدق ولا لا لا من دوكا. داكوغ باش نمشي لا ديرنيغ مينوت نعاود نصيحه اللي نقدر نمدها لك ويبقى توجور غاي تاعك مخوفيني هاد لي غوندول هادوما من بعد ما تعطيه فوليم وتبدا تبلاسي فيه بارتو. نحسك شغل القماشه امبريمي وحطيتها. داكوغ مي هو صح سي ان ترافاي باغ كونتخ لو كان كان دي موتيف نعرف كيفاش نبلاسيهم نغاردي لا كولور تاعي كامله سواء اورانج ولا كولور فلاشي ومن بعد هو نعرف وين نحطه. زيد خمم باش ما نضيعلكش الفكره تاعك فكرتك مليحه ريح بشويه زيد دير ديسان واحد اخر وشوف لي موتيف تاعك وين تحطهم. اوكي لي زاكسيسوار راني معاك فيهم هادو ما تقدر تدخلهم ولا ان رابيل. داكور صحه. اوكي دوك نعاود ان ديسان و بشويه عاود شوف. اوكي يلاه ميرسي. داكور ميرسي مسيو صحه. كي جاز ليا مسيو ريان عجباتو ليدي بصح كان خايف لا تكنيك لي حنديرها وكان خايف لو فوليوم تاني ما يخرجش كيما راهو باسكو ديبي كنت مازال ما درتش لا ستركتور تاع هذيك لا روب. مدام سعاد بونجور. بونجور سي باين. واش من عام رانا؟ رانا في زاني 80 80. عاجبك الحال؟ وي وي باسكو ديجا عشت هذيك لا بيريود كيف صغيرة. انا نشفى شوية بالك ما تشفاش مليح. شوية شوية. فوالا. احكي لي شوية على الموديل تاعك. عندي دو بياس كون جانسو دون كوير باسكو كان ذاك الوقت بزاف الكوير كانوا لي كولور دايرة بزاف. صح. إلا شفت الموديل هذا كيما راني نشوفه مانيش في لي زاني 80 خلاص. احكي لي وراك تشوف لي زاني 80 فلاكو تاع فلاكو لا ماتيير تاع لا ماتيير سي دو كوير عندك داكور سا سرا دو كوير بور لو جامسون اي لا فيست يكون هاد لا ماتيير مدخله فيها هاد لو كوير في الميليو. هنا رانا رايحين كوتور كوتور وي صح وونتر لي دو جو فيتيليزي هاد كم أبليك نعمل بالدوري. جي في أليمونتي افيك اون اوتر. دونك ساعتك سيور من الموديل تاعك؟ اون برانسيب جو سو سيور. باسكو ديك لا بيريود كان الفيست اون كوير كانوا بزاف دارجين. داكور. فوالا. هادي اون جور دو بيرفكتو مي تقفل في الوسط. وهذا؟ هذايا سي دو نواغ هذا كوير نواغ على لو كوير دوري. داكور. وما بيناتهم يكون هاد لي زابليك بالك يكونوا شويه اون غليف. متخوف منها. مدام سعاد عاود خمم ونعاود نرجع اوكي؟ داكوغ. يلا بون كوراج. ميرسي. دوك كي جاز ليا سي ريان كنت دايره موديل بان له ماشي اني 80. باتشوارك. ولي فارس درت فارس في الردو. انا نخمم. نشوف يا سيدي. نخمم هكا. نقولوا هكا. دوما لي زاني زمينو. شنو يقولوا؟ كما يقولوا فارس عنده شي حيشه شفا هكا لي تيول بي لي تيول شحال نستعمل هاد لابوغتي. امين صباح الخير. بونجور. وين راك؟ نعم. راني في 2000 زاني 2000. عجبك الحال فيها ولا لا؟ بون انا كنت حاب ايبوك مي كي كوم شغل كيما تحدي يعني لازم ما يعجبنيش الحال لازم نتضبط معاه. اوكي احكي لي شويه على الموديل تاعك. الوغ لو موديل تاعي
استقاله كما نشوفوا حنا في لي زاني 2000 كان بزاف الاوفر سايز كاين كان ستيل هيب هوب كاين لي كاسكيت تكتونيك اكسيتيرا دونك انا حبيت ندير ان بيتي ميلونج انتر لو ستيل دو مودرنيتي ودخلت فيه شويه لا ميوزيك لو ستيل دو ميوزيك اللي نحبها دونك لو كيسيون ميوزيك واش راح ندير حبيت نوتيليزي كوم ان باتش لا فوتو تاع فيروز داكور مي سي جوست انا كشغل حبيت ندخل حاجه نحبها في الموديل تاعي مي ثاني ما تنساش لي ماتيير اللي عندك كيفاش تدخلهم لهنا اسكو تشوف فيروز في هاد لي ماتيير نو نولو للديسان تاعك فكرته بزاف شابه والحاجه اللي عجبتني parmi les dessins اللي شفتهم سي بيان هدايا رجعنا العام اللي رانا فيه 2023 نقدر نلبسها كيما نشوف الكرافات كانوا يلبسوها مع لي تيشيرت تاعت كانت لا توندونس لي غون تاعهم كيفاش كانوا يلبسوهم لي بوش راك في لي زاني 20 ميم الباتش وورك اللي راهو في لو دو كان بزاف لي بينز كيفاش يركبوهم راك بيان في هذه الفكره تاعك عارف كيفاش تقاردي الفكره هذه الشابه مع لا ميوزيك اللي تحبها اللي هي امين مع لا ماتيير اللي راهي عندك داكا وتنجح في هذا يا شوي سوغسا ان شاء الله برافو امين ميرسي لا فوتو تاع فيروز يعني اللي تتمثل لا ميوزيك اللي نحبها وسمو شغل ما كانوش يتمشاو بصح انا هذاك هو لو بوت تاعي شغل حبيت باسكو على دي فوا نشوفو دي جون يلبسين زعما كي شغل ايمو بصح يسمع شعبي كنت نخيط الموسيقى ولا نشوف سيري دونك دائما كاين لي زيكوتور في ودني نشوف حاجه وراني دو مون موند عاودت رسمت لو ديزاين بصح درت له لو موتيف في سيرتان اندروا برك ماشي في كاع لا روب فوالا واش درت مشيت مع لو تام ما مشيتش مع واش نحب انا بوكوبليس واش راني خايفه في الموديل تاعي سي كو لا فورم تاع لا روب ما تكونش كيما حبيتها هذا ما كان شوفي لو كان يخرج لك هذا الفوليوم لا وهنا هاكا ملاح واه ومن بعد يحبط غير شويه يعرض شويه لا ما مانيش حابه تكون فوالا وهذا يبان سيرتو شو دونك عبي اخوتي خدمي بلا هذيك لا روب لو كران التصميم اللي راني خايف عليه وعلى لو ديزاينر تاعو سي ميسا باسكو علاه ميسا شغل راحت مشات في الارتستيك وميسا نعرفها ماهيش بزاف ارتستيك شوفي ديري واحد هنا واحد هنا واحد من تحت ديري واحد هكا واحد هكا وديري واحد من هنا واحد في العلو اوكي ميرسي امين حبيت هاد الخطره نبوسي شويه لا كرياتيفيتي تاعي باسكو لي جوري ا شاك فوا هذا واش يديروا لي كوم ريبروش tellement j'ai stressé que j'ai l'idée à تقلبوا ما قدرتش نمشي لا ماشين بزاف j'étais stressé قلت ما نقدرش كان شغل زوج عباد يتدخلوا شغل سيتي اون غير اون فون دو موا بين فارس واحد يقول لي فارس خلي الموديل وكملوا لا تكنيك تاعك مازال ما بانتش ومازال ليدي ما بانتش وانسان واحد اخر يقول لي لا لا عاود الموديل سي با سا كل واحد فينا وخايف يخرج لعبه ما بين ربعه برك مع فارس عنده حصانه صافي رانا غير في ربعه دونك ما كاش واحد في بالو راهو مهني يا نور عيني يا بركك متنوم الحب غليا من عشق ما يدوم انا اللي
بيا خلاني نقوم العزيز علي يبركك مجنون وانا مولاه. ميسا بخير ورانا لاحقين مع الفورم تاع العرب داكا. درت دابور سيرسو ومن بعد كانوا يبانوا لي بزاف لي مارك تاع سيرسو دونك درت لونفونسي هكا بليبونج. ماشي تبان كي نعاودو نحطوها في القماش تبان ماشي هي؟ لا لا كي نحط فوقو القماش داكا بداو يبانو يبان بزاف سيرسو وما حبيتش كاع هذاك لي في بزاف يبان كي يروح هكا يبانو لي تري. ما يسبق لنا ساعة ونص يكفيك الوقت لليوم؟ نو روح رجع حط التويل تاعك باش خلاص هذا البروبليم هذا تنحيه صحيح؟ اوكي هو الاول باش هكذا او بين الموديل تاعك تقعد على هذوما كي تكمل هذوما بدا تحط بلي زيبانك وتشوف ما حسيتوش مقتنع بصحة خاف تكون يكون الموديل تاعي بزاف ارتستيك وانا هذه الخطره حبيت نخرج من لا زون دو كونفور تاعي وندير حاجه جديده. لأول مرة في تحدي فارس يخدم 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 أمومو حبست القماشة ما ماشي هذيك هي لو ترافاي هذا ماشي هو كيفاش راك عاود حاب ترجع لهنا؟ ما باليش صراحة تلفت لي كاع لا كوب ما نحكيوش عليها أو لا فينيسيا واحد ما خو واحد واليوم قلنا لا فينيسيا اللي جازوا قبل كانت عندهم حصانه كانوا يخدموا باش يمدوا اكثر صحيح هكذا تسمع من عند لجنه التحكيم بلي هذا العبد يستاهل يكون في البروجيكت رانجو خاطرش ما فشلش ما عياش زاد مد اكثر وي وتشالنج نورمالمون يفرح لي ماتيغ اللي فيه لا ميوزيك ماشي باش ندبرس ما عرفتش واش ندير ما عرفتش اسكو نكمل في لا تكنيك تاعي ونكمل في لا كرياسيون تاعي ولا نبدل كومبليتومون لو موديل وهذا قرار صعب جدا باسكو يقدر يا يديك للتوب يا يديك للموفي. شحال بقينا الوقت قعدت ساعة قال لي قعدت ساعة اسكو يكفيك الوقت قلت له ما يكفينيش الوقت واش من الوقت حيكفيني انا الفوميون كمل في ليدي تاعي كيما جات انا هاد السمانة اوزمون ديال الحصانة لو كان تخميت تكملي في ليدي تاعك ولا واش ديري؟ باه وي ميم لي بونج هذاك تكملي ديريه نو ما حاش ندير وندير كيما قال لي بتول بصح اذا ما خرجش لي في اللي حبيته واش ندير؟ ديجا دوك لي فورم مازال ما خدمتش خدمت ثلاثة برك صباح بوغ باش نوري كل ما يكون تحدي صعيب وتكون تجربة بزاف صعيبة بالنسبة لي نلقى روحي عندي حصانة فرحت بزاف بها مي او ميم طون مانيش نلاشي نو نو انتي ليدي لا كي فيها غير كملي فيها تاع تاع الارتستيك اي تو نو نكملو الخدمة ميسا نكملو الخدمة انا هنزيد نشرب هذا غير هناك حل تخرج وبيرفكت واحد ليها بيرفكت بصح ديريها مع لا ديكوب مع لا ديكوب ايه مع لا ديكوب شربها مع لا ديكوب وديري هنا ثاني كحل هكا كيف كحل؟ هنا مقطع هذا دوري وهنا كحل تسترق طق طق تسترق تغني ولا تغني ديزاينرز اليوم باقي لكم ساعة وارد اكتيفي شوية يلا فارس يلا مدام سعاد اكتيفي شوية ميسا رانا كاع خايفين vu que il y a des années متقاربين ومتشابهين وكل واحدة وخايف ما يكونش في لو تام دونك رانا كاع ان بو ستريسي صافي
الصلاه. زعما تولي خير؟ مليحه تولي. جيتي اوبليجي تاني كنرونفورسي لو تيسو، درت له لونطوالاج، مي كنت مبحر بزاف في هاد في هاد الحلقه صراحه، مي ان شاء الله نتوفق. وما كان كي المهبول ان شاء الله باكي خرج الموديل خير من الاخر. كنت نخاف كي كنا 12 كنت نخاف الوغ لا هذه المرحله مي كي اشاك فوا يعني جو ريسوا دي رمارك سا سوا بوزيتيف لا نيجاتيف راه يجيني ثقه في روحي ثانيك. ديزاينرز جا الوقت نقول لكم سي بون لليوم هذا بكم تروبوزيو نكملوا لا فينيسيون اللي باقي لنا غدوه على حسب ما راني نشوف لي موديل تاعكم. يعطيكم الصحه ان شاء الله غدوه نفرحوا في الرانواي وكل واحد يدينا الحقبة تاعه غدوة إن شاء الله. روبوزيو ونشوفكم غدوة في الرانواي. Good luck designers. تفضلوا معايا. ايماجيني واش جبت لكم اليوم؟ وشنو؟ هاي انا عبالي جبت لكم بيتزا كاريو. هاي ادخل شوف بيتزا كاري. ها ناس تخيط وانت رحت شريت. لا غالب تلمو ديبرست واني روطار في موديلي قلت الفومي ناكل بيتزا كاري. لقيت بيتزا واحد اخرى قلب لنا كاع في بيتزا كاري. امين ما تاكلش؟ انا نشرب قهوه. سيريو؟ عمالكم تلمو اني في اون ديبرسيون موديلي مازال ما طلعش قلت نشري بيتزا كاري وناكل. عملت مليح. الواحد ولا ميم قد ما يعيّا قد ما يفشل يزيد شغل يسمح في العيا تاعو وينسى كلش ويخدم الموديل تاعو ويطلعو كيما لازم الحال باسكو كاع رانا نخدمو دوكا على فينال لازم ثلاثة منا برك يلحقوا لا فينال هذه حاجة صعيبة. زيدي بيتزا زيدي فاين نزيدو انا وياك. واش رايك نسمعنا؟ باش عندي ما كليتش البيتزا كاري. عطينا رايك. السمانة كيفاه؟ السمانة لا السمانة لي جوري يغسلوني حتى نشبع لأول مرة. تبع تبهدل بعد خلاص. ومن بعد المره الجايه نزيد نغلط نقول لك غلط في السمانه اللي فاتت وزدت غلط في هذه السمانه اي خرج ما تلحقش لا فينال. غني اي بالله راه غير خليها. حاجه شويه كان اي وشنو كان بيان سور باش تهدي يا الخير فوقني ما طوال الناي فوقني ما الواحد جا وحزين وزيد غير فوقني مطاول دوك نبدا نزمع مزاور تبكي نبكي هاي على حسب واش كاين نبكي الاول يوثد بحري لهنا يزوز نولا وانا ناي هاي الاخيرين صباح الخير لكم. صباح الخير. شو تحفهرس؟ تحفهرس. جسني بيزار كيش تصبح. علاش؟ باليش. لا توني تعمل. تحفهرس. بس فغي ما عشت الربعينات بصح فغيمون روحي متعلقة بهذيك لا بيريود بزاف خاطرش نسمع بزاف لا ميوزيك تاع الربعينات. لي رمارك تاع مسيو رايان اللي دارهم لي في لا جورني تاع الخياطه تاع البارح فادوني بزاف وما ندمتش اللي خديت برايو. حصلت هذه المره نسيتها وكنت نخدم باش نزيد نرضي لجنه التحكيم اكثر واكثر. جيش بزاف طابله راني حاطه ببخي انا شوف في فارس شبه مونتين يعجبني كي يحطو يبدا يتفرج فيه هكا نحب نتماعن شنو واش خصهم اه واش راك حاب تزيد الريشة هادي كيفاش كيفاش درنا تريك هنايا اكسسوار مع لي غو هذيك ما ياك بعيده مازال ما غلقتهاش مازال ما بلعاني درت لها شويه دوغور هنا باش رابيل رابيل نو سي جولي لي في لي جولي اه
بون جو اني فرحان بزاف للموديل تاعي و سي لا بروميير فوا نفرح كيما اللي فرحان اليوم باسكو رجعني شويه للور. سينو في الموديل تاعي شغل هو في لا كوب تاعو لي فاسيل لي با ديفيسيل مي لو بروبليم في لا فينيسيون لا فينيسيون تاعو بزاف صعيبه. أنا نشوف باللي التحدي تاع هاد المرة قد ما جاني صعيب ليا كان صعيب ما من لي زوتر كونديدا. مورنينغ ديزاينرز مورنينغ إن شاء الله تكونوا روبوزيت وشوية اليوم جورنية بزاف كبيرة. اليوم عندنا الرانواي مادا بيا نشوف خمس حقب زمنية على الرانواي. راكم متحمسين معايا؟ وي إن شاء الله تفرحوني في الرانواي ونفتخر بكم قدام لجنة التحكيم. ديزاينرز دوك نعاود ندور ونشوف راكم لاحقين في الخدمة. داكو؟ اوكي جود لك. وورد صباح الخير. صباح الأنوار. ما عليك خايف؟ أنا خايفة من الفينيسيون. ولا الوقت ما يكفيكش؟ انفان هاد لوش تو بزاف شارجي صح ان تيرم دو دوزاج. Normalement, ça suffit. Avec les boucles, j'ai beaucoup de boucles. Les boucles. Tu as accessoire. Classe. J'ai les boucles qui m'a le fermoir. Pardon. J'ai tout qui m'a le fermoir. C'est-à-dire que ça fait rappeler les boucles. Bien, bien. Oui, tu as tout qui m'a fait. Bien. Alors, Malik, les motifs qui عندك là, je vais te rejeter. Rire, je vais te faire le temps. Je vais te faire le temps. Je vais te faire le temps. Je vais غير هاد البارتي ودخل في موتيف جديد. خمم بيان برافو ميرسي يلا جود لك. مدام سعيد بونجور بونجور مستر ريان وين رانا لاحقين؟ راني في لي ديرنيير انفان بريسك لي ديرنيير ستو فينال صح. اعطيني هذاك الفوليوم الفوليوم انا نحط continuer le gym le fort comme là avec des strass qui m'a donné ma kbar namrahom hnaya bouton ya plus d'éclat voilà c'est sûr ma comme ça mon modèle oui je pense que j'ai gardé la veste cuir des années 80 معليش mon travail هو ينصح حاجات اللي بيان سور في لا تكنيك في الخياطه ما دي فون ما تسحقش نصيحتي في الخياطه ولا في لاكوس يعطيك الصحه خلاص ما بقاش ايسي ما تروحش بعيد وعاود خمم بيان في الفوشك حط لصق من الفوق قلت لك ميرسي انا خايفه نخرج باسكو اون فيت ما تقدرش تعرف راي لجنه التحكيم ودايما يكون كاين ان شوك. ديزاينرز بقات لكم نص ساعة اكتيفي وماذا بكم؟ مدام سعاد اكتيفي نص ساعة برك امين ميسا نص ساعة من اللي بديت بروجيكت رانواي صافي هذه 8 اسابيع حسيت بتطور ممكن ندير انتوني في ظرف يومين. alors je me suis donné à fond درت الماكس تاعي وسيت نكون كرياتيف ما درتش حاجه سامبل وخديت ريسك كبير. راني بزاف خايف et pourtant يعني من نهار بدات بروجيكت رانوي ما كانش عندي هذا الخوف اللي راهو عندي اليوم باسكو علاه شغل لا سيغتان مومون جي بيردو لا كونفيونس في روحي. ديزاينرز قالت لكم 10 دقائق ميسا خفي 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 ما بقاش بزاف امين رانوي قريب مدام سعاد كيف كيف انا كالعاده ندير بلوزيغ بياس على بها نطول شويه في الخدمه. بديت نستف هذاك البيرلاج دي دو كوتي تاع لا مانش فقت بلي ما حش يكفيني دونك جي اليميني
une couleur les perles هذوك راني ستريسي ديزاينرز راهو كمل الوقت باقي لكم 10 ثواني enfin toujours يقعدونا مع الاخر لي فينيسيون لي زابليك ايتو ديزاينرز ستوب كمل الوقت مادام سعد سي بون كمل الوقت ميسا برافو عليكم ديزاينرز على بالي بلي التشالنج هذا ما كانش سهل عليكم وعليا مي ان شاء الله تفرحوني في رانوي عندي ثقه فيكم كوراج ونتشوفوا في رانوي جود لك ديزاينرز كاين تصاميم كنت نستنى فيهم يكونوا ميو كي كنت نشوف فيهم في لاتوليي وخفت لا بها كنت ستريسي جو بو ديزي واقيلا انا اللي ما رانيش هنا اللي راني اوت مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا الربع النهائي لي الشرف ان نرحب بكم في قصر الثقافه مودي زكريا هل العقد كمان متميز لانه راح نسافروا عبر الزمان من خلال تصميمكم مرحبا بكم ديزاينر يلا نرحبوا بلجنه التحكيم سلطانه الطرب في الجزائريه مريم عبد اللطيف المصممه المعاصره وكاي معروف أفضل مصمم في العالم العربي. مرحبا بكم في الغنوة. هذا الربع النهائي موسيقي ما كانش سهل للمصممين، طلبنا منهم يقدموا أزياء عبر عدة حقب زمنية. شوفوا مع بعض؟ يلا بسم الله. صراحةً لا توني تاكي شتها تمشي على البوديوم فريمون تحس بلي سافرت عبر الزمن ورحت لسنوات العشرين كانت عندها واحد لا بورجوازي تحس بالغلامور تحس بالشيك تحس كلك شونز دو تخي بو فوق سور البوديوم étudier من الفوق للتحت même la coiffure même le maquillage même la démarche ديالها la musique le choix de musique نتمنى انها تعجبهم vraiment وراني خايفه بزاف مانيش حابه نبان بريتونسيوز باسكو ما نحبش وما جو سوي با كوم سا ماشي كاع كاركتر تاعي بصح جو بونس كو جي دي شانس اليوم انا خايفه نخرج باسكو البلايص ماشي بزاف التحكيم راهو على 4 ماشي على 5 ان شاء الله نكون بين لي فيناليست
يعني بزاف خايف اي بورتون يعني من نهار بدات بروجيكت تانوي ما كانش عندي هذا الخوف اللي راهو عندي اليوم. نبدأ بهذا الديزاينر ونروحوا عند فارس والعشرينات مع توني انسبيراسيون شارلستون تاعه. مريم قولي لي ايش رايك في التصميم تاعه؟ الوغ اليوم فارس فاجأنا وي باسكو فاجأنا ما مش الستايل تاعو انا شغل شفت اون اوتر بياس جيت تيلمو سور كو هو مي فينالمون سيتي با لو كا. الوغ لا توني تاع فارس بون الى ريسبكتي لو تام سكي سور سوف كو لا توني تاع تاعو ما كانتش فريمون بيان ترافايي كيما يلزم كان لازمها نقص هذه ديتاي باغ اكزومبل هي لي زان لي فام مشهورين بال لي بير هذوك لي فرانش وي لي فرانش دونك كان بالك لازم يخدم اكثر منهم صح وما وي دي زيتاج بلوس باش تتعمر لا بيس تكون بلو ريش اي بي مام لي فينيسون اي تي با او توب دونك انا ما نحسش انه فارس هذه المره خدم حاجه في المستوى نتاعو. سلطانه الطرب مرحبا بك معنا. الله يسلمك نورتنا. ميرسي وانا تاني متعه لكم. انا باغي نعرف ايش رايك في الديزاين تاع فارس. ولا اول شيء سيتي ان تري بو شو ما شاء الله على ما اظن انه لا كاليتي تاع القماش وكذا كاليتي امبوزي انه عطاوها لهم وقال لهم فو ديبويي تفير كيلك شوز كوم سا. إلا في افيك اون انسبيراسيون دون اللي راهو عنده بالحاله اللي راهي عنده ممكن ان شاء الله في الايام الجايه يبدع في اشياء ثانيه ان شاء الله ان شاء الله. وش ما عجبكش في التصميم تاعه؟ التصميم هو انه مانكان كان لازم يزيد شويه على خصرها يبين لها يعني بوكو بلوس دو فينيسيون اللي تكون على مستوى اوت كوتور. اوكي ما نعرف اذا انا يعني اعطي رايك فنانه اللي تحب عاشقه الموضه ولكن قدام الاساتذه يعني رايي طيب انا نعرف راي فاشينيستا تاعنا بيان سيغ يفضلك يعيشك دونك فوالا يعطيك الصحه كريم راني عارفه بلي دبغي فارس بزاف بصح راني باغي نعرف اليوم التصميم تاعها اللي عجبك ولا لا انا كي تكون حاجه مليحه نقولها كي تكون حاجه ماشي مليحه نقولها اليوم نقول له فارس اخطات شويه ان شاء الله تكون معنا وكنت حابك تكون وان شاء الله تكون parmi les finalistes بصح نزيدو نشوفوك احسن ان شاء الله. بصح ما عجبكش اكزاكتومون فيه لا لو تيم ولا لي فينيسيون تاعو؟ هو كي تقرب لا توني شفنا فيها شويه قدام اون فابا ايت فريمون ميشون ما نقولوش. لا فيها ان ترافاي. يا ان ترافاي، مي انا نهضر لو تو سي امباردونا باسكو علاه راهم parmi les finalistes اوني لا بور لي جوجي على الخدمه اللي داروها ماشي واش دار من قبل واش دار لي اليوم. اللي دار من قبل هضرنا عليه. نروحوا جوله الربعينات ونقعدوا معك كريم قول لي ايش رايك في الديزاين تاع ورد؟ اليوم كيما نقولوا ابدعت. ابدعت كاين كلكو تروك اللي هنا في لا فورم جي تروفي كسي ترو لارج انا كمصمم بالرؤيه تاعي صوريتي شويه يدخل باسكو جا خارج كوم سي كراهي مي بون حتى هذه هي النظريه تاعها نحترمو واللمسه تاعها مي لو تو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جو لو دي تخوا فوا باسكو جي فريمون لو كوت فوتر اي جو تروف كسي مانيفيك فريمون. مريم قولي لي ايش رايك في الديزاين تاعها؟ Alors, Ward, comme a dit Zamili, Abdat, une pièce dans le domaine de la, du design, qui est importante dans la découpe, la réalisation, les finitions, le travail manuel, que ce soit perlage ou la fabric manipulation. Voilà. Donc, Ward, aujourd'hui, dans la pièce, j'ai vu tout ça. J'ai vu la pièce, elle était mkhayta mliah. Correctement. Après, bon, il y avait quelques, par exemple, la fente, mais l'aurier, c'était pas très bien fait, mais c'était correct. Donc, je trouve que la pièce, quand elle était là, avec un problème de finition, la fente, mais voilà,
كان مش تري بيان في. وحنا رانا في الربع النهائي دونك لا فينيسون خلاص تري امبورطون، معناتها لازم يكونوا على اوتور في كل في كل نقطه، دونك لا فينيسون سورتو حاجه مهمه جدا في في لا بيس نتاعنا. يعطيك الصحه مريم. مادام فلا ايش رايك في ديزاين تاع ورد؟ ورد الورد يفتح ويدبال والياسمين يا حليل. دونك فيما يخص ورد اروح كل يوم هنا سي لا فامي الفل والورد سي لا ميم فامي يعني ربع نهائي. شوفي ورد حسستنا انه سي دو لا اوت كوتور كرياسيون فينيسيون. يعني انا كي نكون في اوروبا مثلا حسستني بهذا لو ديفيلي دو مود سورتو كي ليتي دون لو تيم دو دي زاني 40 لو غلامور لو ريترو. اللي عجبني انه التصاميم تاع اللولو الجوهر لي غروس qui a été intégré par la couleur pêche et dans le طرز تاع la couleur pêche avec loulou et ses manches. Vraiment c'est يعني شيء مشرف للجزائر انه تروح في ديفيلي دو مود عالمي. نقول انه ورد. الشيء النيجاتيف اللي فيه للاسف هو بسيط يعني انه ما عجبنيش الحلق مع الـ يعني كان ممكن اون رابيل لولو مع حلق لولو كي بوكو كي دون بلوس دو غلامور بور لا تينو. يعطيك الصحه ورد. يعطيها الصحه ورد. نروحوا دروك للستينات مع ميسا ونبدو بيك مدام فلا. شو رايك في التصميم نتاعها؟ ميسا نقول لك درتي رايك يا ميسا وهذا رايك يا ميسا. لا شوف انا ما نجمش كنت سي بو سي بو. سي فريمون ديزاين جادور جيم بوكو. عندي ما نقول سي extraordinaires, elles vont très bien dans les années 60. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis, j'ai un petit peu appelé le rétro qui était un peu dans les années 60. Elle a bien pensé que dans la sobreté, sans être trop dans les années 60, mais elle a fait un très beau touch de coupe. Vous savez que les finitions t'as quoi? Ben les finitions, elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Il manquait, je pense, une manche qui avait un peu de bleu qui dépassait et l'autre non, je sais pas si c'est. Un des coups de l'iceberg. Ouais. Fashionista how. Allez y a un نقص في un côté كاين شرشف تحت لورانج خرج bleu qui aurait pu être beau ou في l'autre côté là là donc j'aurais préféré باش دينا لا بريسيزون باش توضح لنا وشنو ميزه يعني ميسا برافو يعني. يعطيها الصحة. مريم شو رأيك في التصميم تاع ميسا؟ ألوغ بون ميسا ألا ريسبكتي لو تيم قعدت في ليزاني 60 واحتربت حتى لا باليت دو كولور تاع ليزاني 60 وعجبتني لو ترافاي عملت دي فينيل على ما اي تو سا بخون دو تان هما ما كانش عندهم وقت دونك على بالي بلي لو ترافاي يستغرق وقت. اي كما قالت سلطانة الطرب الا في ان بروبليم في لي مانش. انا ج بونس با كو سيتي اون دوبلو خرجت بلاك سيتي فولو سي جوست كو ان كوتي درتو معناتها خلاتو يخرج سيتي جولي. انا على مون افي لو كان الفيزوش كانوا خارجين بتي توش هكا تاع لو بلو كانت تكون مليحه. مي بون هي سي ان بروبليم دو فينيسيون يعني يا تختار انها ما تبينوش يا تختار انها تبينو. اي بي اوسي جي با ترو ايمي لو فوليوم لتحت كان ثقيل بصح هذه هي لا كوب تاع ليزاني 60 ماشي لا كوب لا ماتيغ اللي استعملتها من عرش استعملت من داخل كان شغل نحسو باسكو هذه سي اون روب كال بو بورتي لا فام فاسيلمون نورمالمون. اي بي ميم في لو دو كان لا فينيسيون شويه ناقصه في لو دو مي سينون لو موديل ليدي لي كولور سيتي فريش. كملوا مع كريم اش رايك في التصميم تاع ميسا؟ واش نقدر نقول لك على ميسا؟ انا ميسا اليوم فاجاتني باغابوغ الاسبوع اللي فات فريمون نقولها جو ماتوندي با كو سي ميسا اليوم نقول لك
برافو في بروجيكت رانوي اليوم فريمون جادور سا تيني على بيان ترافايي وي سي تري ارتستيك اي فريمون في زاني 60 لي زاني 60 حتى نو لو ترافاي لي ميم تقدر تلبسها ايماجيني جزائريه مثلا تلبسها في تابي روج في كاشي فيستيفال عمره ما يمنو بلي جزائري خيط هاد لا تيني سعاد وثمانينات شرايك في الديزاين تاعها تري روك سعاد اليوم اخطات شا ما عجبك لا التكنيك ولا الستيل اللي اختارها حاجه ما عجبتني علاه ما حاجه ما عجبتني كذا هو الستيل تاع لي زاني 80 وي بي لارموني دي كولور هذاك الدوري هذاك اللي هذاك يخبط هو هذاك هو الستيل تاع هذا هو الستيل لي زاني داكو لي بوتس هذيك اللي تحتها واش دارت لو كولور يا لا سي دي ريسبكتي لو تيم لا غالب هذا هو الستيل تاع لازم كان تعطي له ان توش دو مودرنيتي مالا تي ميوزيك ماشي مودرن مالا واعره عليها هذه و Voilà, c'est très difficile. Vous savez que la touche de la broderie est d'elle. Avec le côté artistique de le col, donc il est beau. Il y a un de les années, donc style Elvis Presley ou Canoil Souhagdek. Mais il y a un Madjanich le roi ou Souhad, non, Artaat. Donc là, c'est dommage, mais je vais être comme ça. Voilà. Le côté artistique de le col, je trouve que artistique, le baril, non. على سعاد على سعاد مدام فلا قولي اش رايك في لي زاني 80 وسعاد التسميم تاعها انا نقول لكم سعاد ان لن تكون دمعتي نزلت هذا الشيء اللي لبسناه احنا لانه سيتي ليبوك دو مادونا لو تشوف وتحدد معاك يا قلبي جافي سو ستيل اون ايتي اون سيتي لو ستيل دي زاني 80 اي مي ديبي اي دونك جافي ميم جيلي دو Brookshield. Donc c'était mon époque. يعني هاد ليبوكي تشوفي تحدد لو كليب تاع تحدد معاك يا قلبي تشوفي هاد لو ديزاين. سما لها في التيم. Elle est dans le thème. Sauf يعني intelligemment elle a mis au lieu de mettre les gants هادوك يعني لي ميتين ديالهم كات. بذكاء بذكائها دخلت في التيم في عود ما دير لي غون دارت لي هادوك لي شوسون تاع تحتها. Elle est dans le thème. Anna, j'aurais préféré Brock ou qu'elle puisse un pantalon. Donc Anna, je suis émerveillée. Anna, Rani nostalgique. يعني مستمتعة بهذا لأنه ترجعني الأيام زمان. نقول لها كل التوفيق إن شاء الله سعاد والمرة الجاية فكري ديري لنا دي بونتانو مع هاد انت يا مريم عجبك ولا لا؟ الوغ انا سعاد راح نكون بين رايي راح يكون بين تكوني عاقله اليوم داكور يعني كنت واعره بزاف داكور دونك سعاد انا دائما نقول سيت اون بون كوتوريير سي اون فا فار لا بيس نلقاو لها معموله مليح فينيسيون مليحه ساشون كو لا ماتيير صعيبه مع لو كوير سي با اون ماتيير فاسيل في الخياطه وكلش معناتها كوتي تكنيكمون بارلون كانت في المستوى وهي قلت لك سيت اون بون كوتوريير مي كنت انا نحب يشوفوا لي زان معناتها لو تام اللي عندهم يعطوا له ان توش دو مودرنيتي يعني كيفاش نشوفوا ان 2023 بالميم اسبري تاع لي زاني 80 يعني هي عملت ان موديل ديمودي اون فادي قديم مش فوالا ماهوش توندونس يعني كتقدر تعمل لو فوليوم هذاك اي تو كما قالت يمكن مع بونطالون كان يكون احسن كان تقدر تخدم ان تروك بلو ستيلي كو هذا لا بيس نكملوا مع امين الالفينات والستيل تاعه كرنجي اش رايك فيه كريم امين سي عنده موهبه في الخياطه هذه واحد ما ينكرهاش الخياطه تاعو عنده لو سونس لا كرياسيون اليوم كنت نستنى منه اكثر لا توني الي بيل بازيك بريت ا بورتي مي حنا واش انا ندوموندي والابداع لا كرياسيون هذه اي ماشي اي كوتوري يقدر يديرها مي جو فو دير امين رانا خلاص لا دومي فينال راح نختاروا شكون اللي راح يكونوا لي دومي فيناليست يزم يبهرنا اكثر لو كان يحب يكون مع المنافسين بصح تفكرك بالالفينات ولا لا؟ فكرني بصح ما بداش حاجه يعني هذه بازيك سي دي بو بريت ا بورتي الي او لا كرياسيون وين راه الابداع في هذه ولا ني غلط قولوا لي سي فري فوالا صح ما نقولش قولي مريم ان شاء الله اليوم بقينا انا اللي واعره لا حاشا كيفاش لا اليوم راح نكون معاك على طول الخط يعني واش قال زميلي كريم
سي اكزاكتومون واش لازم ينقال. هي معموله فريمون بيان كوريكت لا ديكوب بيان لو بونتالون جي ايمي افيك لي بوش اي تو ميم ل مي سي دو بريت ا بورتي كون بو تروفي في كل المحلات يعني مش حاجه يا ريسبكتي لو تام مي اي بوفي فريمون اتر اكثر لا سيف و فوالا سي با مي سينو سي كوريكت كوم على بالي بلي الاخت في اللي عجبتها بزاف لا توني على بالي راني جايتك راني جايتك بس فاسيلمون يا دكتور الفاي كيليبري الفاي كيليبري صريحه امين صريحه شوفوا صريحه ولا بامانه انا سي مون كود كور امين بصح قسما بالله وي باسكو قلت لك تلبس فاسيلمون دوك نقول لكم علاش باسكو في السله حطوا له قماش تاع كورس وفيشي ان تروك دو بريان اي ان جين وعامل لك انا عجبتني لانه انا جام بيان سو ستايل انا يعني اتصور هو صحيح يمكن انه سي با دو اتصور انه امين يكون منافس لزارا ولي اكبر دون انجستري دو بريت ابورتي تاع تين ايج يعني الشباب وانا اول وحده نكون نلبس من عنده لانه عنده رؤيه جميله بهال يعني فاشن يقدر يدير لك دي روب سواري سو دو فيشي دو جين سي ان كرياتور كرياتور نشوفو انا امين دون لاندستري يعني بريت ابورتي بريت ابورتي لا حتى في الخياطه حتى في التقليدي الجمهور يشوف ايتي اكسيلون انا سي مون كود كور يعطيكم الصحه لجنة التحكيم ايا نعيطو للديزاينر تاعنا ديزاينر راح تتفضلوا قدام لجنة التحكيم شكون فيكم راح يقنع الحكام فارس تفضل بونسوار فارس بونسوار صافا صافا تري بيان الحمد لله الوغ فارس هل تظن انه لا بيس اللي قدمتها لنا اليوم الديزاين اللي قدمته لنا بمستوى تاع واحد راح يربح بروجيكت رانواي لهذا الموسم نعم نظن بلي لا كرياسيون اللي قدمتها في هذا الاسبوع تكون تقدر تنافس وتقدر تكون تاع مصمم يقدر يلحق النهائي ويقدر يكون تاع واحد ربح بروجيكت اون وي الجزائر نحكي على التصميم تاعي شويه في التصميم جو مسي انسبيري من لي كرياسيون لي توني ولي لي لوك اللي كانوا يلبسوهم في 1920 في سنوات ال20 في التحدي استمتعت وانا نخدم في لا كرياسيون باسكو ما خدمتش غير لا كرياسيون مي جي اوسي ترافاي سور لاتيتود اي الكاركتير دو لا سيلويت في لي اون فوا لا كرياسيون تحسها لي فيمينين لي بورجواز لي ريش اي تو تقدر تخدم بلوس لتحت وانا يا حافظ على لو كود تاع لا بريونس وهاد تشارج في الدوري مي ما حبيتش نبالغ فيهم بزاف وكنت حاب نفرض اكثر لا توش تاعي ونخليها مودرن ونخليها تكون انسبيرون تاع لي زاني 20 مي تقدر تلبس دوكا اسكو اون فام تاع دوكا تقدر تلبس اون كرياسيون اللي فيها بزاف لا بريونس هادي تو دونك انا خممت من هذه الناحيه انه وحده اون فام اون 2023 تقدر تلبس اون كرياسيون انسبيري بار لي زاني 20 مي ما تكونش اكزاكتومون اون كرياسيون جبناها لي زاني دائما يحبوا اللمعه 2023 ولا دائما يحبوا اللمعه يعني ابري سي دي ستيل سي دي غو مي جينيرالمون لي فام اللمعه جامي ما كانت ديمودي ولا فوالا اي برافو ميرسي بوكو يعطيك الصحه يعطيك الصحه ميرسي تفضل صح ميرسي وردك واجده تفضلي نحب نطلع البوديوم ان ولا اوت جيم با باسي ان ابيرسو مساء الخير اخت ورد مساء الانوار حبيت نسقسيك حاجه الاولى علاش دائما تخافي كي تكوني معنا مانيش فاهمين دائما طبيعه دوكا نولو لا توني تاعك كي حاسه روحك ناجحه فيها كنت قادره نمد ماخير مي ليستوار ديغيير لا تونو
كانت عجبتني وجو بونس باللي هي لا بارفيت باش تمثل هذاك الحقبه الزمنيه. فهميني دونك الطول والشكل تاع التنوره اللي خدمتها هي تمثل واش جاز على هذيك الحقبه الزمنيه خاطرش اون فيت مور 39 كاين 40 خرجوا سواسوا مور لا غير لا دوزيام غير مونديال دونك نساو واش كانوا يديروا كان كاين قله في القماش ولاو يدوروا على الشوره ديالهم الشوره ستادير تو سكي غيدو ناب ايتو كانوا يفصلوهم ويخدموا بهم لي فيتمون ديالهم وثاني كانوا يسييو ايفيتيو لي فورم هذوك الكبار دونك تخلقت لا جوب كريون اللي هي مينيماليست بارابور لا جوب سولاي باش ما يفسدوش القماش كانوا يوتيليزيو هاد لا لونغور ثاني قصرت لا جوب وضيقت شويه دونك بارابور لو جوستمون خيرتو من قماش تاع الشوره دونك القماش هذا تاع الشوره اسكو الديزاين اللي راكي دايرته تيلي كنتي حابة يجي خارج هكا منفخ من القدام؟ كنت حابة يلعب هكايا بزاف؟ إكسبري؟ أهمي هادي على فورم إكسبري درتها ودونك تانيك الغرافيزم اللي كاين هنايا الأشكال هنا ماهيش أوازار وإنما حبيت نعاود شكل تويد اللي هو القماش تاع غابرييل شانيل كيما نعرفوا باللي كمور الحرب العالمية الثانية تغلقوا كامل لي ميزون دو كوتور حتى مع الأخر باش عاودوا حياو مي دونك أنا حبيت نخرج لو تويد ونعاود نديرو اون اوتر فورم بلو بيرلاج دونك تكون ان كونتينيتي تكمله لللوك يعطيك الصحه ورد شكرا لكم صحيتي انا بزاف فرحانه من روحي كساسوا نخرج ولا نقعد ولا تعلمت بزاف وحبيت بزاف التجربه ميسا تفضلي درت فينيسيون بريسك بارفيت و درت لا كرياتيفيتي دونك ما درتش موديل سامبل برك درت حاجه شويه ارتستيك مساء الخير ميسا سهلا بالله بون ميسا سؤالي على لا فينيسيون نيفو دي مانش باسكو شفنا بلي كان اون مانش جو سي با سي كانت لا دوبلور ولا اون بيس ان امبيسمون زدتي حبيتي لو كوتي بلو يعاود يبان اون فولي بيان كومبخوندغ وشنو هو اسكو انت حابه كان عندك بروبليم دو فينيسيون اللي هو خرجت لك لا دوبلور ولا كنت حابه تظهريها وهي كان ان كوتي مش كيما الاخر الوغ واش صرا مع لا دوبلور سي كو خليت لهاد ليسباس باسكو كنت حنزيد لو تول باسكو كنت حابه فريمون تبان لا فورم روند كيما في لو با تاع لا روب سي بور سا خليت ان ليسباس باش هكا كي ندير تول ما يتعبصش بزاف او فينال ما كفانيش الوقت باش نزيد لو تول سي بور سا كو صرا هذا ليفي يعطيك الصحه يعطيك الصحة ميسا تفضلي جو سري با دي سوب ديزاين تاعي فرحانة به وما نندمش وما نقولش وكان درت وكان خديت بلوس دو ريسك ماشان باسكو جي بري لو ريسك مدام سعاد تفضلي نخدم باش نلحق لا فينال هذا هو البيت تاعي اللي جيت فيه لهنا مس الخير سعاد يعطيك الصحة شكرا وفنانة يعني دخلتينا الأيام الشابة تاع الثمانينات اللي أنا كنت نلبس في هذا وانت تفكروا بيان سور الله يبارك أنا كنت عطيت ملحوظة مقبلة أنه مع هذا أنا حبيت صراحة يعني بصح كنت حابه تكون شويه ان بو دو بلون ميم سي اون اوري مي اون بيروك باش تدخل في الكونسيبت لانه الشعر الغامق تاعها ما بينش الجمال وسورتو درك راني نشوف الجمال تاعها كيف خدمتي لي زيبولات وهذا الموديل هل ممكن نرى البدرون والسروال المشلوق في هذا الكونسيبت جوستومون مس الخير ديجا مرحبا بك معنا كنت راح ندير سروال شلقه كنت معوله ندير سروال شلقه من بعد دي شونجي قلت بالك سافا شوكي ولا قلت معليش نخلي في لي زاني 80 نخلي باسكو جو انسبيريت من لا بيريود تاع مايكل جاكسون ايتو انا مامي سور كانوا يلبسوا هاد لو ستيل وانا لحقت عليه شويه درت هاد لو موديل سما وزدت له هاد دي توش باش يكون دارج على الموضه ويقدر يتلبس على هذيك اللي كنت نزيتي ما بين سروال شلقه سروال بونتالون اون كوير
من بعد قلت معليش جوب سي بالك تقدري تلبس بليزيوغ فوا بصح انا كيما راهي هكذاك ديري غير سروال مشلوق معاها يعطيك الصحه يسلمك فريمون يسلمك كل توفيق ان شاء الله انا شخصيا نحب هذا الستايل وان شاء الله المزيد من النجاحات ان شاء الله شكرا لك ايضا ان شاء الله مدام سعاد يعطيك الصحه سيتو تفضلي اللي جبت تحكي دوك الراي يعود ليها امين باغي غير انت تفضل اي حاجه كنت خدمتها ولا طلعت سوغانوي شغل كنت بزاف فرحان بها وكنت فاخر بروحي بها مساء الخير امين مساء الخير عباس صافا موالف امين يفاجئنا في الابداعات نتاعك انا من محبين التصاميم نتاعك بصح مانيش نشوف امين اليوم في لا توني حبيت تفهمني علاش بون مانيش نقول لك لا توني ماشي شابه وي وي جو كومبون على بالي بلي امين يقدر يدير اكثر من هذا الشيء على بها راني نقول لك هكذا في لو موديل تاعي يعني كيما نقول لك 100% ما كاش امين باسكو علاش لا توش اللي درتها شغل لا ديرنيير بون لي دو تروك اللي كنت حاب ندخلهم في لو موديل تاعي لا ديرنيير مينوت شغل نحيتهم وكيما نقول لك راني نلوم روحي 100% باسكو علاش شغل ما كانش عندي الثقه بالنفس الزايده شغل اسيرت مومون فقدت الثقه تاعي وهي نورمالمون نورمالمون ميم شغل نكون غلط نورمالمون نشد الموقف تاعي نقعد بحتى لافا مي لافو تاعي كيما يقول دونك الحاجه اللي راني نادم عليها سي لي مونش ما غارديش لي مونش اللي كنت حابهم انا ما عنديش سؤال نساله لك ولكن عندي امنيه ونصيحه نعطيها لك يا ابني نتمنى نشوف امين فاشن في كل الوطن او العربي او كل العالم بهذه الديزاينات من لي مونتو من الشتويه من لانه فعلا يعني عندك تاتش يعني ليلبس ولادنا بناتنا مستور جميل فاشن فانا نتمنى انه تركز في لاندستري دو سو بو دو سي بو موديل دون لو كونسيبت من انا حبيت لا حتى في التقليدي نجح حتى في التقليدي عنده قدرات وانا نشوفه اكثر في التقليدي ما نعرف علاه حتى بوكتي تاعك ما شاء الله انا يعني على بالي عندك قدرات اكثر نهضر في لا اوت كوتور دونك حبيت امين يكون هكذا يعطيك الصحه عايش ميرسي امين يعطيك الصحه تفضل شكرا امين لو كان عندي لوبورتونيتي نقول لهم حاجه لجنه التحكيم يعني في لو مومون هذايا بالك ندي معايا لا ماتش اللي قطعتها اللجنه راح تجتمع وتختار شكون اللي راه ان ويتاهل للنصف النهائي وشكون اللي راه اوت اللجنه اجتمعت واختارت اقوى واضعف تصاميم اللي شفناهم في هذا التحدي فارس ما ربحتش التشالنج تاع اليوم بصح تحصلت على حصانه سما نتلاقوا في النصف النهائي ميرسي تفضل شكرا بونسوار زعفان وي شويه علاش ماشي بز نورمال قالوا لي ما ربحتش في هذا التحدي مي عندك الحصانه مي هذه تاع ما ربحتش في هذا التحدي ما فهمتهاش بيان واش عم يقصدوا بها دركا ننسى بلي راني عيان ننسى بلي سي بون لي زيدي ما عادوش عندي لي تكنيك ما كانش لازم نمد كامل واش عندي التشالنج اللي راهو جاي ربي وغادي تجيبها على بالي سيبوك ديزاينر يذبح التشالنج تاع اليوم ويتاهل نصف النهائي ورد مبروك دائما نشوك يا ورد مبروك عليك ورد شكرا انا نقول لك الف مبروك وان شاء الله الى الامام شكرا الف مبروك ورد تفضلك الديزاينر الثالث حيتأهل نصف النهائي ميسا مبروك طيب مش متنهدي مبروك عليكم ميسا مبروك عليك تأهل للنصف النهائي
Aujourd'hui, on a vu une pièce qui a créativité, qui a chorolied, qui a fikra. Et bonne continuation. Merci. مبروك عليك ميسا داخل الاسبوع الجاي ان شاء الله ميرسي هاد لافونتور تاع بروجيكت رونو بالجزائر ما كنتش نيماجيني روحي نروح اوسي لوان شكون من امين ولا مدام سعاد هيغادرنا على ابواب نصف نهائي ديزاينر هو ولا هي مدام سعاد للاسف مدام سعاد ما كانش مشكله انت كنت رائعه مبروك عليك امين انت كنت رائعه يسلمك شكرا مازال الخير القدام ان شاء الله في ديزولي مدام سعاد نحب نقول لك برك باللي انت كنتي بالك من الديزاينر اللي هما كانوا فاخ في تكنيكمان تكنيك وي معناتها فوالا لي فينيسيون تاعك سون امبيكابل وهذه الحاجه تريز امبورطونت في ان ديزاينر ان كرياتور ان كوتوري بن امبورط سورتو هنا اون الجيري اون ا بيزوان دو سافوار فير وانت نظن انت قويه في هذه النقطه دونك نتمنى لك النجاح انا شخصيا كما يقول سميلي كريم بابي مفتوح ليك الحمد لله تلاقاني ب السادة السيدة الكريمة والضيوف اللي كانوا كل مرة يجونا وجدي القماشات وتحافينا إن شاء الله إن شاء الله وندير لك سروال شلقة كما حبيتي إن شاء الله إن شاء الله كل أنت في الخياطة امبيكابل كل شيء امبيكابل هذا تشالنج هذا منافسة ديجا راكي لحقتي parmi لي دومي فيناليست سي ديجا حاجة دونك عجبتينا بارابور الآخرين ونقول لك إلا مبروك عليك هذه بداية لك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مبروك على أمين 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 أنا واش نقدر نقول لك أمين المحبين تاعك ونتمنى لك النجاح فجأة عند السؤال الجاي الله يخليكم أنا نجي نبوسكم باسكو نحب لي زارتيست زاد دي غروند 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 الجزائر كسبت مصممين من أروع ما يكون يا وليدي نبوسك أنا أنت تاني إن شاء الله ربي يوفقك ودير بالنصيحة اللي عطيتها لك الشابات والبنبن تاعنا يلبسوا فاشن وكل التوفيق إن شاء الله شكرا ألوغ أمينة ثاني نقول لك بليك أنت ديجا راك في الكوتي تكنيك راك مليح دونك لازم تخدم في لابيس تاعك يكون فيها توازن توازن لمسة تاعك فوالا كيما شفت أنا خدمت بزاف فابريك مانيبيليشن كان إكسترا أوردينار إن شاء الله أمين أمين يا الزين ويا شلاغ من الياسمينة ديزاينر يعطيكم الصحة فضلك سلام تصفيق هذا مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحة نتلاقوا الأسبوع الجاي إن شاء الله تهلوا في رواحكم سلامة ثقة بالنفس تاعي زعما ما عنديش ثقة بالنفس نو أنا واثق في روحي بزاف بزاف سي جوست شغل الشغل المود اللي شفته في الرانواي ما يمثلنيش أنا سيتو مدام سعاد بابا سوسو أنا والله شاركت في بروجيكت رانواي كما حلم حلمت به تمنيته وحققته ما نقدرش نقول لك أنا تخلص بس خليتي نتوش معانا والله إنسانة بزاف عزيزة شكرا إنسانة بزاف محترمة إنسانة بزاف عارفة واش راها حابة برك مدام سعاد توعديني باللي ما تفشليش وتفرحينا البلو تاغ إن شاء الله نجي للديفيلي تاعك كامل نجي للديفيلي تاعها ومديتي إيماج كما قلتها لي في التشالنج الأول نتاع درت الكوراج بيك اليوم أنا راني داير بيك الكوراج مدام سعاد ولازمهم هما يديروا بك الكوراج تعرفت بناس اللي ساعات ما تكونيش تعرفيهم دو بري مي تعرفت عليهم و كنت مفتخر
بالعلاقه اللي درتها معاهم علاقه طيبه. يعطيك الصحه مدام سعاد على واش وجوزتي معنا. والله راه ثقيله عليا باش نقول لك تفضل معايا. اللقاء واعد لا باس. البروجيكت رانوي لازم يخرج معايا. انا نتمنى لهم كامل النجاح. نتشرف اللي خدم لنا بروجي كيما كيف كيف ولحقت اليوم وين راك. برافو مدام سعاد. شكرا. اللي تفضل معايا. شكرا.